وأما الآن مشاهدينا الكرام فنتعرف معا على أحوال طقس الغد. من جديد نعود إليك مصطفى. ومن جديد شكرا لكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا ومحطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجة الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة. وهذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من محافظة القاهرة ودرجة الحرارة العظمى فيها 17 والصغرى 8، ويكون الجو فيها مائل للبرودة. في الأسكندرية 16-10 مائل للبرودة، في مطروح 16-10 أيضا مائل للبرودة، في بورسعيد 16-9 أيضا الجو مائل للبرودة، في الإسماعيلية 18-9 مائل للبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 18 والصغرى 9 مائل للبرودة، في العريش 15-8 يكون الجو بارد، وطابة 19-13 مائل للبرودة، في شرم الشيخ 21-13 ويكون الجو معتدل، أما في الغردقة 20-12 ويكون الجو أيضا معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 21 والصغرى 11 ويكون الجو معتدل، وفي أسوان 21-12 يكون أيضا الجو معتدل، في الوادي الجديد 23-13 معتدل، في شلاتين 23-13 معتدل، وأخيرا في حلايب 24-14 ويكون الجو فيها أيضا معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.